السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة هننفذ مع بعض عباية للبيت شيك جدا. العباية دي هتحتاج متر ونص من القماش. انا هعملها فوق كعب القدم بعشرين سنتي. لو عايزينها طويلة هنزود كمان ربع متر، بس هنعمل فتحة من الجنبين. زي ما احنا شايفين قدامنا بفرد القماش بالشكل ده وبتنيه بحيث يكون البرسل على البرسل. بعد كده بتنيه تاني. بعد كده باجي من فوق خالص وبقيس 2 سنتي وبعمل خط الاتنين سنتي دول علشان حق الخياطة. بعد كده باجي من المكان ده وبقيس نص عرض الكتفين، ده بيكون حوالي 20 سنتي في المقاسات المتوسطة. بعمل علامة، ومن العلامة دي بنزل من 1.5 ل2 سنتي نزول الكتف. بعد كده هاجي للمكان ده وهقيس من 10 ل12 سنتي علشان اعمل حردة الرقبة، وبوصل بالشكل ده علشان اعمل خط الكتف. بعد كده باجي من نقطة نزول الكتف وبقيس نصف دوران حردة الجيرو، بعمل علامة، من العلامة دي باخد خط بالشكل ده. بعد كده بقيس من العلامة دي طول خط الصدر وبعمل علامة، وبعدين بقيس طول خط الوسط وبعمل علامة، وبعدين هقيس طول خط الجنب وأعمل علامة. بعد كده هاجي للعلامة دي وأرسم خط السطر. بعدين خط الوسط. وبعدين خط الجنب. بعد كده بوصل بين خط الوسط وخط الصدر وبمتد لحد الخط اللي فوق اللي برسم منه حردة الإبط. بعد كده بوصل بين خط الوسط وخط الجنب. بعد كده بعدل بالشكل ده علشان أشيل أي زوايا في منطقة الوسط. بعد كده بسيب 35 سنتي من تحت وبعدين باخد خط علشان أعمل ديل العباية. بعد كده هاجي من المكان ده وأقيس 2 سنتي حق الخياطة وبعمل علامة. بعد كده أوصل بين خط الجنب والعلامة اللي أنا عملتها. بعد كده هاجي للمكان ده وارتفع من 1.5 ل2 سنتي وبنزل بالشكل ده على ما فيش. بعد كده هاجي للمكان ده اللي هو المفروض هيكون نهاية حردة الإبط أو حردة الجيرو، وبخرج 3 سنتي من نفس المكان، بنزل 3 سنتي. بعد كده بمشي بشكل كيرفي كده علشان أعمل الكم الجابونيز بتاعي. بعد كده بجيب المسطرة وبثبتها على خط الكتف بحيث تكون واخدة نفس ميل خط الكتف، وبجيب المثلث وبثبته بالشكل ده علشان اعمل زاوية قايمة في المكان ده، وببدأ ارسم الكم الجابونيز القصير. لو الجزء ده مش واضح هنرجع طريقة عمل الكم الجابونيز القصير وهتلاقوها في صندوق الوصف. بعد كده هنبدأ نقص، بسيب 2 سنتي من الجنبين علشان حق الخياطة. وكمان من خط الكتف بسيب 2 سنتي علشان حق الخياطة. بعد كده هاجي من المكان ده وانزل 2 سنتي وبعمل علامة، وببدأ ارسم حردة الرقبة الخلفية.
بعد كده هقيس من المكان ده من 8 ل 9 سنتي، بعمل علامة وببدأ أرسم حردة الرقبة الأمامية، بتكون على شكل حرف V. بعد كده هنيجي لمرحلة الخياطة. في الأول بنخيط الكتفين عادي جدا. لو حبينا نشتغل بطريقة التشطيب الفرنسي، وده بيغنينا عن الأوفرلوك، هتلاقوها موجودة عندكم في صندوق الوصف. في الأول بنخيط على وش القماش، بعد كده بنقلب ونخيط على ظهر القماش، وده بيكون شكل التشطيب الفرنسي، نظيف جدا من جوه ومن بره. بعد كده هنيجي للجزء اللي بيتركب في الكم، ده بيديني شكل جمالي. قطعة القماش دي بيكون طولها نفس الطول ده، أما عرضها بيكون من 6 ل 8 سنتي. بعد كده هثبتها زي ما احنا شايفين كده. وبعدين بخيط في المكان ده. بعد ما خيطت زي ما احنا شايفين كده، ببدأ اتني بالشكل ده وبخيط في المكان ده. بعد كده هنيجي الكلوش الحلزوني. علشان اقيس طول الكلوش الحلزوني، هاجي المنتصف حردة الرقبة الأمامية وبقيس بالشكل ده لحد منتصف حردة الرقبة الخلفية، وبزود 8 سنتي. طول الكلوش الحلزوني زائد 8 سنتي هيكون نفس المسافة دي، أما العرض فبيكون 8 سنتي. بعد كده بجيب قطعة القماش اللي بتفضلي من طول القماش، بتنيها بالشكل ده، وببدأ أقص الاتنين كلوش الحلزوني. بعد كده بخيط الاتنين كلوش حلزوني من المنتصف بالشكل ده، وكمان بتني طرفه تانية صغيرة جدا او بعمل اوفر كاستنج. بعد كده بثبت منتصف الكلوش الحلزوني على منتصف حردة الرقبة الخلفية. لحد ما اوصل لمنتصف حردة الرقبة الامامية. من الجهة التانية بعمل نفس الحاجة وبخيط في المكان ده. بعد ما خيطنا بالشكل ده، ببدأ اجيب المقص بتاعي واقص على بعد 1 سنتي في المكان ده زي ما احنا شايفين كده. بعد كده بخيط في المكان ده وبشيل الزيادات دي. بعد كده بقلب الكروش الحلزوني بالشكل ده، بعد كده هخيط في المكان ده على بعد نص سنتي، وبعدين هقفل الجنبين. وده بيكون شكل العباية بعد ما خلصت. ممكن اثبت الكروش الحلزوني بغرزتين صغيرين جدا في الاماكن دي، وبعمل فيونكة في المكان ده اختياري لو حبيت.